السلام عليكم ورحمة الله، أنا علي الغزالي وأهلا وسهلا بكم في اللسان. الحمد لله، انتهينا من الكتاب الأول ثم انتهينا من الكتاب الثاني، واليوم إن شاء الله نبدأ الكتاب الثالث من سلسلة العربية بين يديك. في هذا الكتاب ستكون الدروس في الغالب باللغة العربية، فمن وجد صعوبة ولم يفهم الكلام فعليه أن يرجع إلى الكتاب الأول والثاني ويراجع ما درسناه حتى يكون مستعدا للكتاب الثالث. لكن أحيانا سأستعمل اللغة الإنجليزية لشرح بعض الكلمات، وهذا الكتاب الثالث يتكون من جزئين، كل جزء منهما 8 وحدات. الوحدة الأولى من الجزء الأول بعنوان المعجزة الخالدة. المعجزة أصلها من الفعل عجز، عجز عن الشيء، يعجز عنه يعني لا يستطيع، عجز هو ضد استطاع، وهذا فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول، لا يحتاج إلى أوبجكت، فعل لازم. فإذا وضعت قبله همزة فقلت أعجز يعجز، صار هذا الفعل متعديا. فأعجز معناه to make something or to make someone unable، أن تجعل شخصا يعجز عن الشيء. ومن هذا الفعل أعجز يعجز تأتي كلمة المعجزة. فالمعجزة هي شيء يعجز الناس عن فهمه، شيء خارق للعادة، supernatural، يعجز الناس عن تفسيره، ويعجز الناس عن أن يفعلوا شيئا مثله. وهذه المعجزات يرسلها الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه لتكون دليلا وآية على صدقهم. في هذه الوحدة سنتكلم على المعجزة الخالدة الباقية إلى يومنا هذا، والتي ستبقى إلى يوم القيامة، وهي القرآن الكريم. وكلمة الخالدة معناها التي تعيش وقتا طويلا جدا، فهذه المعجزة التي هي القرآن ستعيش إلى يوم القيامة. هيا نقرأ الدرس في هذه الوحدة. المعجزة الخالدة. القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزله الله، وأنزل فعل متعدي، أما نزل فهو اللازم، تقول نزل القرآن وأنزل الله القرآن. أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، يعني على رسوله صلى الله عليه وسلم، منجما، ومنجما يعني مفرقا. وهذه الكلمة منجما أصلها من النجوم، فالقرآن نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم متفرقا، scattered or pieces، مثل النجوم، ولم ينزل عليه مرة واحدة. وكان نزول القرآن في الغالب حسب الحوادث، يعني يحدث شيء فلا يعرف الصحابة ماذا يفعلون، ولا يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فينزل القرآن ليخبرهم بما يفعلون، أو يخبرهم بحكم
مسألة أو يخبرهم بغير ذلك من العلم، من علم الله، حسب الحوادث. فالحوادث جمع حادثة يعني incident، هو الشيء الذي يحدث. والحكمة من ذلك، الحكمة wisdom، الحكمة من ذلك تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. تثبيت هو مصدر ثبت يثبت. تقول العرب ثبت الشيء يثبت فهو ثابت يعني فام، وهذا الفعل لازم، ثبت فعل لازم. فإذا أردت أن تجعله متعديا قلت ثبت يثبت، يعني to make something ثابت، ثبت يثبت. وكذلك تقول العرب أثبت يثبت بمعنى ثبت يثبت. فالحكمة من ذلك، فالحكمة من نزول القرآن متفرقا مدة 23 سنة، المدة الوقت بين أول آية نزلت من القرآن وآخر آية نزلت منه هي 23 سنة. لماذا نزل القرآن في هذه السنين كلها؟ قال الحكمة من ذلك تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون قلبه ثابتا، وكذلك قلوب المسلمين، وليكون حفظه سهلا عليهم. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني لماذا لم ينزل القرآن على رسول الله جملة واحدة، يعني قطعة واحدة، مرة واحدة. كذلك يعني أنزله الله كذلك مفرقا، لماذا؟ لنثبت به فؤادك يا محمد، لنثبت به قلبك، فالفؤاد هو القلب. كانت للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى، منها انشقاق القمر. انشقاق مصدر انشق ينشق، انشق ينشق، ومعنى انشق ينشق to split، وهذا الفعل لازم. أما المتعدي منه فهو الفعل شق يشق. إذن تقول شق الله القمر أو انشق القمر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر وخروج الماء من بين أصابعه، والأصابع جمع إصبع، هذا إصبع وهذه أصابع، والأصابع تكون في اليدين والقدمين، في اليدين والقدمين، فكل إنسان له 20 إصبعا. ونحن في اللغة العربية لا نفرق بين إصبع اليد وإصبع الرجل في الاسم، أما أنتم فتقولون finger وtoe، نحن ليس عندنا هذا في العربية. وخروج الماء من بين أصابعه، كما كانت للرسل قبله معجزات، كالعصا معجزة موسى عليه السلام. العصا يعني staff or stick، معجزة موسى عليه السلام، والناقة معجزة صالح. الناقة هي أنثى الجمل، أنثى الجمل، الجمل هو الرجل، في الرجل من الإبل هو الجمل، والمرأة من الإبل يعني المرأة عند الإبل تسمى ناقة. فكلمة الإبل، الإبل يعني كاموز، مثل كلمة الناس، الإبل تقابل الناس، والجمل مثل الرجل، والناقة مثل المرأة.
والناقة معجزة صالح عليه السلام، وقد ذهبت تلك المعجزات بذهاب من ظهرت فيهم. يعني أن معجزات الرسل ذهبت وانتهت لما ذهب هؤلاء الرسل وماتوا، لكن بقيت أخبارها وقصصها للعبرة. والعبرة هو أن يستفيد الإنسان ويتعلم من قصص من كان قبله. To take the lesson from a story or from something, هذا يسمى عبرة. The lesson itself is called عبرة. والفعل هو اعتبر يعتبر، كما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن اعتبر يعتبر يعني أخذ العبرة. أما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة فهي القرآن الكريم، وهي باقية إلى يوم القيامة. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو اسم من أسماء القرآن، وقد قال العلماء إن القرآن له أربعة أسماء: القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن، وإنا له لحافظون. وحافظون جمع حافظ، وحافظ اسم فاعل من حفظ يحفظ بمعنى preserve. وقد تحدى القرآن الإنس والجن. الفعل تحدى يتحدى، والمصدر هو التحدي بالياء. إذن الفعل بالألف والمصدر بالياء. الفعل تحدى يتحدى، والمصدر هو التحدي معناه to challenge. وقد تحدى القرآن الإنس والجن ليأتوا بمثله، يعني ليأتوا بمثل القرآن، فلم يستطيعوا. لم يستطيعوا معناها عجزوا. لم يستطيعوا هي في المعنى عجزوا. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن. الإنس كل الناس، والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لو اجتمعت يعني تعاون الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بشيء، بكلام مثل هذا القرآن، لا يأتون، لا يستطيعون، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والظهير في كلام العرب هو المعين، يعني ولو أعان بعضهم بعضا، ولو ساعد بعضهم بعضا. قال إعجاز القرآن. القرآن معجز بأسلوبه وألفاظه ومعانيه، كما أن هناك أمورا كثيرة تدل على إعجاز القرآن. وكلما تقدم العلم ظهرت صور جديدة تؤيد هذا الإعجاز. طيب، ما معنى أسلوب؟ أسلوب يعني ستايل، درسنا هذا. والألفاظ جمع لفظ، واللفظ هو الكلمة، ألفاظه يعني في كلماته، ومعانيه جمع معنى. كما أن هناك أمورا يعني أشياء كثيرة تدل على، يعني هي دليل على إعجاز القرآن، the miraculousness of the Quran. وكلما تقدم العلم، كلما يعني the more، كلما تقدم العلم ظهرت صور جديدة تؤيد هذا الإعجاز. كلمة تؤيد معناه تقوي، أيد يؤيد بمعنى قوى يقوي. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين. والأيد، كلمة الأيد معناها القوة، الأيد
هو القوة. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون، تؤيد هذا الإعجاز. ومن أهم صور هذا الإعجاز أن القرآن جاء بكثير من أخبار الأمم السابقة وقصصهم. القرآن فيه كثير من قصص الأنبياء والأمم السابقة، والسابقة يعني التي سبقت، التي جاءت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أكثر العرب كانوا لا يعرفون هذه القصص، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، يعني لا يستطيع أن يتعلم هذه القصص من التوراة أو الإنجيل. ثم حتى لو كان يستطيع أن يقرأ ويكتب، فإن القرآن جاء بأشياء ليست في التوراة وليست في الإنجيل. ثم قال: كما شمل قدرا كبيرا من العلوم والمعارف التي لم يعرفها الناس من قبل. المعارف جمع معرفة، والعلوم جمع علم، وهما مترادفان بنفس المعنى. وقدرا كبيرا يعني a big amount التي لم يعرفها الناس من قبل، كما جاء القرآن بما يصلح عقائد الناس وعباداتهم وحياتهم. العقائد جمع عقيدة creed، ويصلح مصدر يصلح من الفعل أصلح يصلح، وهو فعل متعدي. أما اللازم فهو صلح يصلح. وحياتهم الاجتماعية يعني their social life، والسياسية political، والاقتصادية economical. والاقتصاد as we learned is economy. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا من الفعل بيّن يبين، بمعنى أظهر يظهر. فالقرآن يبين لنا clarifies to us كل شيء، تبيانا لكل شيء. أنا لا أريد الدروس أن تكون طويلة حتى تكون خفيفة عليكم، فلذلك سنتوقف هنا اليوم ونكمل هذا الدرس في الفيديو القادم. إذا كان عندكم أي سؤال ضعوه في التعليقات بالأسفل، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وأراكم قريبا بإذن الله، والسلام عليكم.